هو رد كيدي اولا، لانه كيبين ما في السياسه الجزائريه زعما شنو كت في الداخل ديالها شنو عندها. والحمد لله المغاربه بزاف تجاوبوا مع هذا الفيديو، فات كلهم ميم جزائريين مواطنين جزائريين على عبر الفيديوهات اللي حتى هما بالدور ديالهم كيستنكروا هذا الموقف السلبي اللي زعما اللي جا من قناه رسميه. ككل المغاربة كندد بهاد القناة وبهاد العمل السلبي. لا هو يمدو زعما للمواطنين الجزائريين، ماشي كلهم بحال ما هكذاك، المغاربة كذلك ماشي كلهم بحال ما هكذاك. للأسف زعما كنتأسف بزاف. بالنسبة للقناة اللي هضرت على محمد السادس هذاك كلام أجوف ما عنده علاقة، والمغرب الحمد لله غادي بالقيادة ديال سيدنا المصروف الحكومة ديالو، الإنسان أمور غادية من حسن لأحسن، ما نتسناوش أنها غتهضر الجزائر، ما تهضرش هضرت ولا ما هضرتش ما غيزيدنا ما ينقصنا، الحمد لله المغرب غادي في الطريق الصحيح. هذوك خصهم اللي يخلى ضربهم بالعربية، هذاك الشيء ماشي تربية وما عندهم أصل، وأش نقول لك، بنادم زاغ خص المغربي يدور فيهم الدورة ديال المعقول. ما هادشي نتاع هكا ما بقى مسلكنا فين؟ ابقى غادي بينا فين؟ هادو خصهم طريطحه بحال اللي كيداروا اليوم في الكركارات، هادشي اللي خصهم. هادشي اللي جا من الاخوه الجزائريين، واخا ماشي من الشعب، حنا عارفين هادشي راه من يعني من السياسيين ومن الحكومه، هما اللي كيورقوا عليهم باش يديروا بحال هاد الافعال هادي اللي ما كت هاد الافعال هادي اللي ما مزياناش. والمهم حنا اللي بغينا نقولوا هادشي راه ماشي معقول، حنا الملك ديالنا ما اي حاجه نقبلوها، الا شي حاجه بحال هكا تمس سيدنا الله ينصرو راه ما نقبلوهاش. تل سيدنا الله ينصرو راه ما فهمتيني، يعني خط احمر. وحنا راه خاوه، حنا كنقولوا للشعب الجزائري راه حنا خاوه، وحنا عارفينكم نتوما ما ذنبكم والو، الحكومه هي اللي دايره هادشي والسياسيين هما اللي دايرين هادشي بيناتهم، وكنتمنى هذا الشيء ما يتكررش.